بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن تكميل تقفيل الغسالة 14 كيلو. إن شاء الله هيبقى الشغل هيبقى سهل وبسيط خالص لأي حد يفهمه بإذن الله. طبعا هنفك الموتور دلوقتي إن شاء الله عشان نركب. طبعا كده بنفك الموتور بتاعنا. نبدأ نسحب الستيتور. طبعا عندي كده بفتح كبير عشان افك مسامير الموتور. طبعا فك الموتور سهل جدا، مفيش اي حاجه. ده كده الايه الجاك بتاع الموتور زي ما احنا شايفين، وده الكهرباء بتاعته. طبعا هو عمره ما هيركب على الاتجاه الغلط، مش هيركب على الاتجاه الصح زي ما احنا كده ركب اهوت. هنبدأ بقى ايه نركب الموتور بتاعنا. عكس ما بنفك عكس ما بنركب. طبعا تم العدة معاك عدة كويسة، الشغل هيبقى مظبوط. العدة فيها مشاكل هتعمل لك مشاكل في الشغل. هنبدأ نركب الضغط بتاع الموتور. طبعا ده فيه نظام مغناطة. هنبدأ نركب المسمار بتاع الموتور.
حطها في القفص بتاعها. ده احنا شايفين في منيم اهو، ببدأ اركب ايه الفتحة في المنيم واقفل عليها بالمفك، بربط المسمار. وفي عندي قفيزة اهوت، انا سايب المفك في نفس المكان بتاعه، هفك الايه وركب القفيزة اهو زي ما احنا شايفين. القفيز في ايه اهوت، هبدأ اركب المسمار فيه واركبه في المكان المهيئ بتاعه خالص. انا عندي زي ما اتفقنا هنا في بنزات اهي، البنزات دي كل حاجه بتبقى في مكانها. ادي اول بنز هو هيركب، بسم الله كده ركب اول بنز، والبنز الثاني هو الثاني والثالث، هنلاقي كل حاجه جايه بقى في المكان بتاعها، لان مفيش حاجه هتركب غير في مكانها. كده ركبنا طبعا ده الارضي، ده سلك الارض اهوت، كنت انا سايب المسمار بتاعه في الغساله. هنبدا نركب سلك الارضي في المكان، وده ايه زي ما احنا شايفين كده. طبعا زي ما احنا شايفين ده طبعا اللوك بتاعنا اهوت، ماشي. هنبدأ ادخله من جوه من هنا عشان نوصله بدل ما نفك الوش بتاع الغسالة. وده زي ما احنا اتفقنا ده الكهرباء بتاعة ترمبة التقليب، ودي كهرباء ترمبة الصرف.